منهم ذول الطغاة هيج خرط، لكن عندهم قوة وملك. وين جند نايف يمنعون ملك الموت عنه؟ وين مخابراته؟ وين ضباطه يقدروا يمنعوا ملك الموت عنه؟ خلت تاكل الدود وعذاب جهنم في القبر. ملك انتهي، ليش يبقى ملك؟ لماذا لا يحال على التقاعد؟ لازم ملك الموت يجي ياخذ روحه؟ نايف ما يحال على التقاعد، لازم ملك الموت يجي يطلع ويفغص روحه ويفكنا منه. يقول الإمام الحسين: لا يدخل الجنة سفاك الدم. يعني نايف يدخل الجنة؟ إيه، لا تتكلم عن نايف، لا تذكروا موتاكم. شلون قاعد انت غبي بهيم؟ قرآن ما تشوفه يقول الحمد لله رب العالمين يوم إذن يفرح المؤمنون؟ شنو ما نفرح؟ اللي قتل أولادنا ما نفرح بموته؟ اللي سجن أولادنا ما نفرح بموته؟ اللي يعيشنا الرعب والخوف ما نفرح بموته؟ الحمد لله، وإن شاء الله يكسف عمره ما حتى لو الآخر. آل سعود وآل خليفة وآل الأسد وكلها آل هذا البلد يحكمها الأبناء عبد العزيز إلى أن يرث الله الأرض، ومن عليه. هذا تصريح نايف، خليه يحكمها، بنشوف، خليه يحكمها بالقبر. نظام أرعن، نظام طاغي. شنو آل سعود؟ قاعدين يقتلون أهلنا في البحرين، فيهم خير، إذا فيهم خير يلا يتفضلوا يروحوا يحرروا فلسطين من آل صهيون. ما على نص مليون بحريني ناس طيبين وناس ما يملكون إلا أيادي خالية وصدور عارية. شدتهم قالوا إيش؟ قالوا أسود السنة. أنتوا أسود السنة؟ خيرت أسود السنة مامن؟ قالوا ها إيران، إحنا أسود السنة مام إيران. مضحك أنتوا قمام إيران. يوم لصدام إلا دخل الكويت كلكم شردتوا، كلكم جبتوا أمريكا تدافع عنكم.